محمد العنزي تاريخ، ها تاريخ اسماء حفرت، يعني حفرت اسماءها في تاريخ الكره السعوديه. شكرا لهؤلاء الرجال للامانه. اي رجل قدم للرياضه السعوديه منجز نقدم له الشكر والتقدير. من رحلوا من بقوا، التاريخ يحفظ هذا الجهد. بس ابو بدر، كانه شفت في التقرير مر الامير فيصل بن عبد الرحمن، ولا انا غلطان؟ المفروض هي موجود. شلون الامير فيصل عبد الرحمن جاب بطولتين؟ كاس الكوس رئيس الاسيوي. رئيس نادي النصر، صحيح؟ صحيح صحيح. معنات الاسيويه ما هي صعبه قويه. لا يعني دوري ابطال غير كاس الكوس. يعني معنات الاسيويه ما هي صعبه قويه. شفنا هذا الرجال في التقرير موجود، وهذا يمثل نادي النصر. اذا الاسيويه صعبه قويه على من لم يحققها. فبالتالي شكرا لهؤلاء الرجال، شكرا للرجال الذهبيين. طيب اجل بالمعنى، طيب لحظه، بالمعنى هذا اجل اول كانوا يقولون الاسيويه للهلال صعبه قويه، والهلال جايب شوف كم بطوله، جايب سبع ولا ست. كان ذاك الوقت يعني كانوا يقولون العالميه صعبه قويه. الان ما حد يقدر يقول للهلال العالميه صعبه قويه ابدا ابدا، على اساس ان العالميه اسهل من الاسيويه، صح؟ لا لا، احنا نتكلم عن منطق يا عزيزي، لا نتكلم على عواطف ولعب على الجمهور و و و. لما تقول الآسيوية صعبة قوية وتعرض في التقرير الأمير فيصل بن عبد الرحمن رئيس نادي النصر، إذن العالمية صعبة قوية على من لم يحققها. ولكن في هذا السجل يا جمال النصر وجمال طيب حضور، أنا خلني أول من قاد أندية القارة إلى العالمية. لذلك جاءت مقولة العالمية صعبة قوية، وصمدت هذه المقولة. بس المنجز في الأكثرية وليس في الأولوية. بس المنجز في الاكثريه وليس في الاولويه. خليك كمل. عموما يا ابو بدر اللي انا ابغى اقوله بعيدا عن التفاصيل هذه، بس ومن لسانك ادينك، يعني انا اتحدث عن موضوع مهم، انه نشكر كل هذول الرجال ونقدم لهم الشكر. انا بكل حياديه تحدثت عن فهد بن نافل، هذا الرجل اللي قلت وطلبت انه يعطى حقه لاهلي لسبب بسيط، مو انتقاصا من رجالات الهلال اللي مروا، ولكن للفتره البسيطة والمنجز الذي تحقق في عهده. أعتقد أنه من أهم رؤساء نادي الهلال اللي مروا، وأيضا من أهم الرؤساء اللي مروا على الكرة السعودية.